بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله كلكم بخير. رجعنا لكم بحلقة جديدة عن ببجي موبايل. اليوم يا اصدقاء موضوع بسيط ومختصر، فقبل ما نبدا المقطع يا شباب لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركة المقطع واصدقائكم. طبعا هذا المقطع قصير بخصوص البث المباشر، اللي يحب يربح شدات بالبث المباشر راح ابث بث مباشر على برنامج تروفو. طبعا قسمت الشدات على عدد الدقائق اللي تبقى بيها بالبث، يعني شداتك مضمونة. اذا تحب وتريد شدات ابقى ويانا بالمقطع، واذا ما تحب تقدر تطلع من هذا المقطع. فاللي يحب يبقى ويانا بالمقطع واللي يريد ياخذ شدات، كل اللي عليك يا صديقي تجي للبث المباشر تنزل برنامج اسمه تروفو. كل اللي عليك انه تروح اذا كنت ايفون تروح على الاب ستور، واذا كنت جالكسي تكتب تروح للسوق بلاي تكتب هنا تروفو، مثل ما تشوفون هذه تروفو. من تدوس بحث راح يطلع لك هذا البرنامج، برنامج لونه اخضر بالاسود هذا ما تشوفونه، هذا راح تدوس عليه. هذا هو بتحديث تحدثون البرنامج او تنزلون البرنامج راح ينفتح. طبعا الروابط ايضا راح اخلي لكم اياها باول تعليق، والبث المباشر ايضا راح اخلي لكم اياه باول تعليق. مثل ما تشوفون هاي صفحتي موجوده على تروفا اللي اسمها حسن كريم واحد، تجي هنا وتشرفني بتروفا، والشدات هي على عدد الدقائق اللي راح تخلصها بالبث، يعني قد تخلص دقائق بالبث راح اقسم الشدات عليها، يعني مضمونه الشدات ان شاء الله. كل اللي عليك انه تنزل برنامج تروفو وتجينا للبث المباشر. ببساطه يا شباب هذا هو المقطع، لا تنسونا من اللايك وسبسكرايب ومشاركه المقطع واصدقائكم، وبس اشوفكم بخير.